حنا عندنا ثلاثه ديال الحيطه باش نقولوا، وخصنا العمل انا والاستاذ فاضل على اساس اننا نتكلموا على المرحله الاولى ديال الاستعمار، والتاريخ راه الله تبارك الله الاستاذ ديالنا في التاريخ، وانا شي حاجه عشناها كاملين وغنتقاسموها بحوار ديال المسيره وديال محمد السادس نصر الله وإياه. هذا هو المراحل، قسمنا الموضوع الى قسمين، القسم الاول ديال الاستعمار الغاشي هي حاليا اقوى جيش في العالم في معركه واد المخازن او يسمى معركه الملوك الثلاث. انا علاش ذكرت هذا بالضبط؟ لان من دائما الفتره هذه باش ثلاث قرون والعالم كيخاف من المغرب، ومن بينهم الامبراطوريه العثمانيه تركيا حاليا. الامبراطوريه العثمانيه كتعرف الفتره اللي كانت ساعه قويه جدا وكانت منتشره، او كانت يعني كانت امبراطوريه كتحكم اوروبا وافريقيا واسيا، يعني ابتداع ثلاث قارات، وصلت حتى وكانت محتله شمال افريقيا كلها، جايه لمصر تونس الجزائر. حتى الجزائر حبست علاش؟ لان المغرب اللي انتصر في معركه المخازن، التركيين الاقسام الامبراطوريه العثمانيه صارعت اول من هنأ المغرب بهذا الفوز، وداروا علاقات على الاعتداء وعلاقات صداقه، ومن ثم بقى العالم متخوف لانه ملي كتوقع على شي حوايج عشتيها ودات عليه واحد 46 سنه، هذه راه متعه ديال التعاون. لان اولا وقبل كل شيء انا كان عندي 15 سنه، 15 سنه لا اميز ما بين الاحمر والاصفر. وعلاش غادي؟ انا ما عرفتش علاش غادي. انت قاصر وقاصر ولكن شوف والله الا قبيح، اشنو غادي لا صاحبي غادي نحرك، باغي نمشي من طرفيا باغي نمشي لجزر كناري، وتصور بعد التصور وبحال وبحال قاري الخريطه في كيفاش دابا المصيبه هو جزر كناري باش بعيده على طرفيا، ماشي بعيده ساعتين ديال الطريق، ساعتين وخد فيها عمر، ولكن حصلوا لنا الجدر بي لان كانت المسيره وكرو صوت العداله. هذا الصوت تبارك الله اليوم فعلا صوت ديال العداله ديناميكي وحركي جدا تبارك الله، ولكن غطي جميع الاحداث اللي كتتم منطقه حي الحسني وما جاورها. اذا تبارك الله كنشكرها لان جات غطات واحد المدوه حول تاريخ المغرب، محطه تاريخ المغرب وفترة الحمايه وفترة المقاومات المسلحه وفترة الاستقلال تحت الشعار كفاح لنيل الاستقلال وملحمه المسيره الخضراء قيم اساسيه لبناء جيل العظماء. طبعا الحال احنا في اليوم حاولنا نقفوا على اهم محطه تاريخيه في المغرب والمقاومه المسلحه والمقاومه السياسيه والعمليه الفدائيه، طبعا الحال بزعامه المغفله محمد الخامس اللي طبعا الحال توجت باستقلال المغرب، وتقبل اقسم ذلك ان هذا التتويج غيتكمل مع المغفله الحسن الثاني رحمه الله اللي استرجع باستكمال التراب الوطني باسترجاع الصحراء المغربيه. كنشكر دار الشباب النجمه اللي طبعا الحال لبت لها الدعوه، وكنشكر الاخ احمد والمنسق ديالنا والساهر على هذه القناه، وكنشكر جميع المشاركين والاخوان اللي ساهموا في هذا نجاح هذا الحدث التاريخي في المغرب، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكر هذه الجريده صوت العداله على هذا عطاتنا الفرصه وهذا المنبر باش نعبروا على هذه اللحظه التاريخيه من تاريخ المغرب اللي عشناه وعاشوا والدينا، اللي عاشوا فيه والدينا هو الكفاح لنيل الاستقلال، واللي عشناه احنا هو ملحمه المسيره الخضراء، وهذا الشيء تعلمنا فيها قيم اساسيه لبناء جيل ديال العظماء اللي عطاونا المشعل، وحنا كنحملوا هذا المشعل وكنقدموه لاولادنا واولاد اولادنا. لماذا؟ لاننا احنا شاركنا اصغر اطفال شاركنا بالمسيره الخضراء، وعشنا على حلم تحقيق داكشي اللي كانوا كيتمناوه والدينا، وهو اننا نوحدوا البلاد، وفي ظل الملك المغفور له الحسن الثاني استطعنا اننا نوصلوا للهدف ديالنا. والان حنا كجمعيات حقوقيه وتربويه من المجتمع المدني وبشراكه مع المجلس ديال الحي الحسني المجلس الجماعي، الان حنا كنقدموا واحد المحاضرات ثقافيه ومعارض للتعريف بالحقبه التاريخيه اللي مر منها المغرب برئاسه وبحكم الدوله العلويه من محمد الخامس مرورا بالحسن الثاني الى عهد الحسن الثاني
عاد محمد السادس الذي انفتح على العالم بما فيه إفريقيا وأصبح بوابة إفريقيا نحو التنمية والتقدم.